كل الداخل مستقر مكان ولا أي كلام سيمة كل الداخل مستقر مكان ولا الذكر والأنثى نفس الشيء. لا الحقيقة المسألة أوضحها أخونا المالك أن الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث، ولذلك الآية معروفة بذكر مثل حظ الأنثيين مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض والمواريث، أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم، فلا بد من التسوية. ولكن يلحق مثلا ضرر في الولد لما أنا أعطي البنت مثل الولد، يعني لو كان عندي 1000 دينار وأعطيت الولد مثلا 250 والبنت 250، فلو أنا فضلت تنقص حصة الولد بمقدار زيادة اللي أعطيتها لك، فلا يصير فيها. وانت مكلف ان تنظر في العواقب، والعواقب لا يعلمها الا علام الغيوب، انت مكلف ان تنفذ ما كلفت به في حياتك اليوميه من العدل والاولاد، وما يدريك ماذا يخلق الله فيما بعد ذلك ويقدر، فما يجوز للمسلم مثل هذا التعمق لا سيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح اعدلوا بين أولادكم. وجاء من أستاذ مالك في رواية أخرى لما سألهم أو سأل بشير اللي هو والد النعمان أنه ما بتريد يكونوا أولادك معك في البر سواء، قال نعم فالبر سواء مقابلهم العدل أيضا في التسوية. لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث، وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي المتعلق بالإرث الذي ذكرته آنفا، فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني، ثم يأتي الشرع عفوا يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور، مثلا ما يسمون بالأراضي الميرية، فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا. فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك الحديث يبقى في التسوية بين الأولاد على إطلاقه، وليس هناك ما نقيده أو ما يضطرنا أن نحمله على الإرث تماما.